اسمي مازن احمد، عندي 16 سنه، بلعب لعبه اسمها سيت ورك اوت. بدات اللعبه دي من 5 سنين. عرفت اللعبه عن طريق اخويا، كان في برنامج اسمه عربس جود تالنت، شفت واحد هناك من الجزائر بيلعب فيها، عجبتني الستايل بتاع اللعبه وان هو بيعمل حركات تعتمد على القوه وفي نفس الوقت فيها شكلها حلو. عملنا سيرش على النت لحد ما لقينا اسم اللعبه وقدرنا نتمرنها مع بعض. كان في الاول ما فيش ناس كتير في اسكندريه بيلعبوها او في مصر عامه، لحد ما بدا يعملوا بطولات واللعبه بدات تنتشر اكتر. حاليا بقى بيتعمل في كل سنه في اكتر من بطوله بتتعمل. طب كل طبعا بفضل مستر اسلام قرطام اللي هو رئيس الاتحاد بتاع اللعبه في مصر، بدا ان هو بيصرف على اللعبه اكتر، بيحاول ان هو يطور ويعرف اللي يعرف الناس اللعبه اكتر. بدا فعلا اخر السنه دي بالذات اتعمل حوالي بتاع 4 بطولات في مصر، وكل بطوله بيزيد عدد المتفرجين ليها. لحد السنه دي ما بدا ان احنا في كذا حد من مصر بيشارك في بطولات بره، يعني احنا كنا اربع مشاركين في بطوله العالم. اخدت مركز رابع، واحمد جمال اخد مركز تاني، واشرف عادل اخد مركز سادس، وعبد الرحمن ممدوح اخد مركز ال 12. فبدا ان في كذا لعبه تتعرف بره اكتر، وان في ناس عارفوا ان مصر اصلا في ناس فيها بتشارك. اللعبه بتعتمد على وزن الجسم، بتلعب عقله وضغط ومتوازي، لحد ما بتوصل لمستوى معين تبدا انك تدخل على الحركات بقى اللي هي بتعتمد على البالانس والقوه والاعصاب. بعد كده لما بتبدا توصل لمستوى عالي في الحركات دي بتبدا تدخل بطولات ليها كذا نوع، في منها باتلز بتلعب واحد ضد واحد، في بتلعب انت مع نفسك راوند، وبعد كده بالدرجات. فهي لعبه ممتعه يعني، والحلو فيها ان انك ممكن تعمل كذا حركات مختلف عن الباقي، يعني ملهاش قوانين معينه او حركه معينه لازم تعملها عشان تكسب. اخر بطوله دخلتها في مصر كانت بطوله الجمهوريه، كانت معموله في نادي الجزيره في القاهره، اخدت فيها الحمد لله مركز اول. طبعا كان التمرين بالنسبه لي صعب لان كان الوقت ده كان ضيق، وفعلا الحمد لله قدرت ان انا اعمل مستوى كويس في الوقت ده، والحمد لله يعني قدرت اشرف عيلتي وبشكرهم شكر كبير جدا ان هم واقفين في جنبي طول الفتره اللي فاتت دي، وان هم دعموني، وبالذات في بطوله العالم في روسيا دي كانت اخر مشاركه ليا دوليه، اخدت مركز رابع. طبعا يعني هم وقفوا جنبي كتير جدا وفضلوا يشجعوني ان انا اخد مركز هناك كويس.